واصلت محافظة العاصمة جهودها في تعديل وإزالة المخالفات في البيوت العشوائية المرصودة، حيث قام معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة بزيارة ميدانية إلى البيت رقم 1000 الذي تم تضمينه بالمعايير الواجب تضمنها في السكن اللائق من أصل 1030 بيتا مرصودا حتى الآن. بذلك يكون فريق العمل الميداني قد ضمن اشتراطات الأمن والسلامة في 97% من المباني في غضون 5 سنوات، فيما العمل جار على باقي البيوت خلال الفترة المقبلة. وقال معالي المحافظ في تصريح له على هامش الزيارة إن الخطوات العملية التي اتخذها فريق العمل الميداني المكون من مديرية شرطة محافظة العاصمة ووزارة العمل ووزارة الصحة وأمانة العاصمة وهيئة الكهرباء والماء والدفاع المدني جاءت بدافع الحفاظ على أرواح ساكني تلك البيوت ومرتادي المناطق التي استهدفت بالحصر عن طريق التأكد من تضمين اشتراطات الأمن والسلامة، ترجمة لتوجيهات الحكومة الموقرة في دعم وتطوير الخدمات العامة للمواطنين والمقيمين باعتبارها أحد ركائز التنمية المستدامة، ما ينعكس ذلك بالإيجاب على الوجه الحضاري والعمراني للعاصمة المنامة. لا شك أن محافظة العاصمة أخذت على عاتقها تصحيح أوضاع البيوت العشوائية في محافظة العاصمة، وإحنا الآن صار لنا تقريبا 5 سنوات في هذا المشروع، واليوم نعلن الانتهاء من البيت رقم 1000، وهذا إنجاز نفتخر به، وإحنا سايرين في عملنا وتوسعة الدائرة، وصلنا الآن إلى توبلي وسترة، وقاعدين نتوسع في نطاق عملنا، والهدف الأساسي الحفاظ على أمن وسلامة القاطنين في هذه البيوت، والحمد لله اليوم وصلنا البيت 1000، وإحنا مستمرين بالتعاون مع الجهات المختصة. لبينا اليوم طلب المحافظ على أساس زيارة البيت رقم 1000 للبيوت العشوائية، واطلعنا على التصليحات والإجراءات اللي تمت لتأهيل هذا المكان على أساس يلائم سكن العمال. هذه في كثير من هذه البيوت في الواقع ما تلبي أمور السلامة أو الأمور الصحية، وبالفعل اللي زرناه اليوم شفنا يعني شيء يشرف إنه قدروا يصلحونه في مدة قياسية، وصار المحل مناسب حق سكن العمال.